من أذكى، الثعلب أم الأرنب؟ حكاية من التراث الأمريكي. مرحبا أيها الغراب، سمعت أن صوتك جميل، أسمعني تغريدك. أطفالي الأعزاء، من أمكر، الثعلب أم الأرنب؟ تقولون الثعلب. نعم، هناك قصص كثيرة من الماضي حيث الثعلب يتنكر ليؤدي حيلة ما. سأحكي لكم هذا اليوم حكاية الثعلب والأرنب اللذين عاشا في هذه الغابة. في أحد الأيام عاد الأرنب إلى بيته من الحقل. ها؟ يا إلهي، هناك من ينتظره. ترى هل سيحدث مكروه؟ أينما يوجد دخان توجد نار، إذا رأيت ذنبا فتأكد بأن هناك جسما. لقد فشلت القطة، سوف أمسك بك. كل سكان الغابة اعتبروا الأرنب أذكى الحيوانات، ولكن هذه الفكرة لم ترضي الثعلب، لأن ذلك يسيء إلى سمعة كل الثعالب. وقادم. أيها الأرنب، أريد أن أسألك سؤالا. إذا أردت أن تسأل سؤالا اسأل من بعيد. أريد أن أكون صديقك مرة أخرى، وإذا بقيت مكانك لن أستطيع مصافحتك. أظن من الأفضل ألا نتصافح أبدا. جسمي مليء بالبراغيث. براغيث؟ لا. هل آتي إليك؟ لا تأتي. حسنا، إلى اللقاء. حسنا، نظف نفسك من البراغيث وتعال لتناول العشاء عندي. حسنا. استطاع الأرنب التخلص من الثعلب بشكل لطيف. سوف نرى ما سيحدث الليلة. وفي تلك الليلة عندما أتى الأرنب إلى بيت الثعلب نظر إلى الداخل. ماذا رأى الأرنب؟ هناك شيء غريب في الجو. فكرة. لحظة، ادخل. للأسف إنني مصاب بالبرد. ماذا طبخت؟ دجاجا أم ماذا؟ شيئا من هذا القبيل، يعني لهذا السبب وضعت السكينة تحت الغطاء أيها المعكر. وكيف عرفت؟ من المستحيل أن تخفي عني شيئا، أنا أرى كل شيء. هذا صحيح، إذن أنت تعلم ماذا سيحدث الآن. طبعا،
سأذهب إلى البيت دون أن أكل الدجاج، وأنت سوف تصرخ بغضب. أصرخ؟ أنت مخطئ. أنا لا أحب الدجاج دون الزنجبيل. إلى اللقاء. انتظر، أنت مخطئ. انتظر، سوف نتفاهم. تعال أيها الأرنب. سوف أنتقم منك، سوف أقطعك إرماً. انتظر أيها الأرنب، سوف أقتلك. انتظر. وفي عصر أحد الأيام، ماذا؟ هل مات الثعلب حقا؟ لقد كنت في بيت الثعلب وكان جامدا على سريره. أنا رأيته. نعم كان جامدا. نعم صدقني. هل هذا صحيح؟ نعم لقد دغدغته لكنه لم يتحرك. نعم دغدغته. وهكذا أتى الأرنب إلى بيت الثعلب مع أنهما لم يكونا أصدقاء. فكر الأرنب بأن موت الثعلب شيء مؤسف حقا. كان الثعلب حقا متجمدا على سريره ولم يتحرك. مسكين الثعلب، كأنه ميت. ولكن هذا شيء مضحك حقا. سمعت بأنه عندما يموت الثعلب يرفع ساقه ويصرخ بوب بوب بوب. يا للغرابة، يجب أن أكون حذرا ولا أقترب منه. ربما كان الثعلب حيا ويرفع ساقه كذبا. كل شيء جائز. ماذا لا يرفع ساقه ويقول بوب 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 بوب؟ كما اعتقدت انك حي. يا لك من مخادع. تدريني يا للأرنب المخادع. سوف اقطعك الى ثمان قطع. سوف أقطعك إلى ثمان قطع. انتظر. تعال هنا. أنا هنا. انتظر، سوف ترى من هو الثعلب. سوف أمسكك. هوبا، أنا هنا. أين هو؟ انتظر. انتظر. يا إلهي، ترى هل تصرف الأرنب بحكمة؟ أيها الأرنب، الموت أجبني. أنا لا أسمع صوتك. أين أنت؟ لقد تخلصت من الأرنب. نعم تخلصت منه إلى الأبد. ماذا أسمع؟ الأرنب؟ أيها الأرنب، ماذا تفعل في الأسفل؟ أصوات السمك. بعد سماع كلمة السمك لم يستطع الثعلب الانتظار. هل هناك سمك كبير؟ نعم يوجد سمك كبير. ماذا يقول؟ سأنزل حالا. أيها الأرنب، إنني قادم إليك. ادخل في الدلو وستصل إلى هنا مثل العار. في الدلو؟ فهمت. غطس الدلو مع الثعلب إلى قاع البئر لأن الثعلب أثقل من الأرنب. أنقذوني. وداعا. مع السلامة. مع السلامة أيها الثعلب.
أيوة العصفور الصغير. ماذا؟ تعال تعال وغرد بالقرب مني. إن سمعي ثقيل ولا أسمع جيدا. أوه مسكين، هل هنا أفضل؟ ما رأيك الآن؟ لو جلست على رأسي ستكون أقرب إلى أذني. على رأسي؟ حسنا. انظر، أسناني أقرب إلى أذني. هل تجلس هنا؟ حسنا. ما أسهل خدعة العصافير. إنه ثعلب ماكر. بالمناسبة كان يوجد في الغابة حيوان ذكي آخر، إنه الأرنب. سنجاب. حسنا. أوبا. مرحبا. صباح الخير، كيف حالك؟ إنه أرنب بارع. على كل حال، كل واحد منهما كان يعتقد بأنه الأذكى في الغابة، وكان يفتخر بنفسه. مرحبا بالعصافير، ماذا حدث؟ أكل الثعلب ابنة عمي. ذلك الثعلب الماكر خدعها، قربها منه قائلا إنه لا يسمع جيدا. كيف يستطيع ذلك الثعلب أن يفكر بكل هذه الحيل؟ لا يوجد أذكى وأمكر من الثعلب. شعر الأرنب بالخجل والأسى لقول العصافير بأن الثعلب أكثر ذكاء، عليه أن يفعل شيئا. حسنا، لماذا تضحك؟ أضحك لأنك قلت بأن الثعلب أكثر ذكاء مني، والحقيقة هي أنه حصاني. حصان؟ الثعلب حصانك؟ غير معقول. هذا صحيح، منذ أجيال استخدم أجدادي الثعالب كالخيول لهم، وهذا يعني بأن الأرانب أذكى من الثعالب. دعني أفكر، هل أنت صادق بأن أجدادك فعلوا ذلك؟ حسنا، انتظر، سأريك نفسي وأنا راكب على ظهر الثعلب. ياه، هل يجوز للأرنب أن يفاخر لهذا الحد؟ هيا أيتها الغبية، تقدمي تقدمي. في اليوم التالي، بينما كان الثعلب يسلي نفسه مع سلحفاة عجوز، سمع العصافير وهي تتكلم. الثعلب حصان. هناك حصان. حصان؟ أنا حصان؟ حصان ينظر حوله، هذا ما قاله الأرنب. أوخ يا لبخادع، هذه كذبة. هذا ما قاله الأرنب. حسنا، سوف يرى، سأحضر الأرنب حالا وأجعله يقول بنفسه بأنه كذب عليكم. انتظروا هنا، إياكم أن تذهبوا. انتظر أيها الأرنب، سوف ترى من هو الثعلب. ذهب الثعلب غاضبا إلى بيت الأرنب. أيها الأرنب، أنا الثعلب. سمع الثعلب صوت الأرنب الضئيل من الداخل. أوه، أنا مريض.
أظن بأني أكلت كثيرا. يجب أن أتحدث إليك، عليك أن تأتي معي إلى البركة. هيا. لا أستطيع السير. سأنقلك إلى هناك. لا، ولكن ولكن ماذا؟ سأذهب معك إذا سمحت لي بالركوب على ظهرك. حسنا، ولكني أحتاج إلى سرج. عندي واحد، عندي سرج ولجام أيضا. أسرع أسرع. ولجام أيضا، جيد. نعم نعم، ماذا تفعل؟ أسرع، لا أستطيع الانتظار. هيا بنا، هيا، ليس لدينا وقت. أسرع أسرع يا أرنب. والآن دعني أركب على ظهرك. ما هذه الثياب الغريبة؟ سوف أنزلك قبل وصولنا إلى البركة كي لا ترانا العصافير هكذا. حسنا. وإن لم تنزل سأرميك على الأرض. ها، أسمعك؟ حسنا، هيا. بعد أن بدأ الثعلب بالسير، وضع الأرنب مهمازا على قدميه ليضرب جوانب الثعلب. لقد كان منظر الثعلب يشبه الحصان تماما. إنهم قادمون. انظر، الأرنب راكب على الثعلب. والآن انزل، هيا، وصلنا. ليس بهذه السهولة. كما توقعت، قلت لك انزل انزل انزل، هيا انزل انزل انزل. فعلا الثعلب حصان الأرنب. هذا صحيح، نعم. سوف أمسك بك، سوف أقطعك إلى بلدك. يا له من منظر مضحك. ربما سأتعشى من لحم الأرنب. لقد أخطأ الأرنب هذه المرة، فقد قفز في حفرة. والآن وقعت في المصيدة. كيف سأحصل عليك؟ يدي. في هذه اللحظة تكلم الأرنب من داخل الحفرة. لماذا لا تحضر فأسا وتقطع الشجرة؟ حسنا، فأس. أحضر الفأس وسأمنعه من الهرب. شكرا لك، ولكن عليك أن تعطيني أرجل الأرنب. حسنا. ذهب الثعلب إلى البيت ليحضر الفأس، وبعدما ذهب الثعلب تكلم الأرنب من الثقب مخاطبا النسر. من هناك؟ هل يوجد أحد هناك؟ إذا كان هناك أحد ولا يرغب بالإجابة فلا بأس. آمل أن يكون النسر موجودا، لأنه سوف يفرح كثيرا عندما يرى السنجاب السمين. سنجاب سمين؟ إنني فرح جدا. عندما سمع النسر الشره هذا لم يستطع المقاومة وقال: أيها الأرنب، أرجوك اجلب لي ذلك السنجاب. بالتأكيد، توجد حفرة في الناحية الثانية من الشجرة، انتظرني هناك حتى أطارد السنجاب. يا سعادة، سنجاب سمين. وعندما ذهب النسر إلى الناحية الثانية لم يعثر على الحفرة. أين السنجاب؟ لا أرى أي سنجاب. أين اختفى؟ أيها الناس، أنا قادم. انتظر أيها الأرنب، سوف ترى. يا للغباء. وأخيرا قطعت الشجرة. هل الأرنب في الداخل؟ طبعا
طبعا لا، لقد فر منذ زمن طويل. اخ يا حسرتي، فر الارنب اليس كذلك؟ فر يا لغبائي. تعال الى هنا ايها الغبي. ادعونا شذبني. هيا تعال الماكر. كاد الثعلب أن يمسك بالأرنب اليوم، أليس كذلك؟ لا، ذلك شيء صعب جدا. الطقس جميل هذا اليوم، وفي عصر دافئ كهذا تنام معظم حيوانات الغابة لفترة قصيرة. لذا لا يجوز الصيد في هذا الوقت، هذا ما اتفق عليه الجميع في الغابة. كم أنا ذكي، أصطاد عندما يكون الجميع نياما. بهذه الطريقة كان الثعلب يحصل على الصيد. حسنا، دعوني أتصرف وسوف أعيد كل ما اصطاده. وفي اليوم التالي ذهب الأرنب إلى الثعلب. تيتي، مرحبا أيها الصديق، كيف حالك؟ لقد اصطدت الكثير، أليس كذلك؟ الأرنب؟ كلا، لا تأخذ صنارة. صنارة صيد؟ إنك تخطط للحصول على صنارتين، وذلك لكي تضاعف الصيد. تضاعف الصيد؟ أرجوك لا تأخذ صنارتي. أضعف الصيد. حسنا، بعد أن ذكر فائدتها أريدها. أعطني إياها. تريد الصنارة كما توقعت، خذها. هل تعلم بأن الطمع ضار؟ سمعت ذات يوم بأن الذئب أكل أرنبا ميتا وأصيب بألم شديد في معدته، أليس هذا مخجلا؟ أتظن بأنني سآكل شيئا كهذا ويوجد أمامي صيد حي وطازج؟ أريد صنارتين. يا إلهي. ماذا؟ الدب يحاول أن يضرب الثعلب ويخنقه. هذا جزاء تفكيرك السيء أيها الثعلب. حدث له ضرر، ولكن أسلوبه في الصيد كان مدهشا. صاد المزيد من السمك بعد أن أخذ صنارة الأرنب. وفي المساء ذهب الثعلب إلى البيت مع كل صيده، ولكن عند منتصف الطريق. ما هذا؟ أرنب ميت؟ إنه سمين. ماذا سأفعل؟ ماذا؟ أرنب ميت تريد أن تأكله؟ هذا مخجل. لا، إذا أكلت لحم أرنب عجوز مريض فلا أدري ماذا سيقول عني الأرنب. وأحس الثعلب بندم كبير. وعندما اختفى الثعلب نهض الأرنب المتظاهر بالموت. ليس هذا فقط، بل أخذ يجري. الآن جاهز. أنا أتألم. انظروا
اليوم يوم تعس للأرانب. هذا هو أرنب آخر على وشك الموت. ذلك الأرنب السيء هاجمني فجأة، كان يغار مني لأن بيانكا تحبني أكثر منه، ولكن هل رأيت ما فعلت به؟ لقد قتلته. نعم، لكنه كان يبدو ميتا منذ زمن طويل، كان جامدا لا يتحرك. أنا رأيته، مسكته بيدك منذ برهة قصيرة، ضربته هكذا. خذ 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 سأموت. لقد مات، سقط ميتا. إنني محظوظ جدا، كمية من السمك زائد أرنبين. سيتعجب الجميع، سوف يقولون بأني أمهر صيادا في الغابة. تعالوا جميعا، لقد أخذت السمك، تعالوا. نجحت خطة الأرنب، تسلمت حيوانات الغابة السمك وصفقت للأرنب، لذلك حفر الثعلب حفرة ليقبض بها على الأرنب. الحفرة جاهزة. في حفرة كهذه إذا وقع الأرنب سيبقى 100 عام. كيف سأخرج من هنا؟ النجدة، النجدة، أنقذوني. هذا ليس مشجعا، أتساءل هل ستنجح الخطة؟ رائع أنه هناك. سأقطع الحبل بالمقص، رائع. نجحت نجحت. خذ. انظروا ماذا حدث لذيل الثعلب الذي كان يتباهى به. سوف ترى، سوف ترى. لا يزال يحاول القبض على الأرنب، ماذا نفعل مع أمثاله؟ سأنتقم منك الآن، سوف ترى. أنا آسف من أجلك، ولكن يجب أن أقتلك. أنت تمسك بالسكينة خطأ. نعم. سوف أمسك بك. يا نجدة، سوف ترى. لن تمكن. سأقتلك.
لست يسرق العسل. ماذا تفعل هنا؟ ماذا تسرق؟ قل لي. Yeah.